والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة المؤمنون، أبارك لكم هذه الأيام السعيدة، أيام رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق في صيامه وقيامه، أيام سعيدة. وما أجمل أن نحتفل أو نحضر في هذا المكان الطيب، المكان الطاهر، المكان المقدس، لنقيم فعالية ثقافية عنوانها القرآن الكريم، مقترنة باسم أخ عزيز فقدناه، أخ له بصماته، الكل من جيلنا يعرفه، ولكننا نخشى أن تأتي أجيال تالية فتنسى هذا الرجل وتنسى أفضاله وتنسى أفعاله. ذلكم هو المرحوم الأستاذ جاسم مدن معراج. كثير منكم يعرفه معرفة صحيحة، ولكن الصغار ومن لا يعرفه ربما يحتاجون منا إلى تذكرة باسمي. حقيقة أننا نحتاج في مجتمعاتنا أن نعلي ذكر الرجال الذين أشادوا وأعطوا لب أفكارهم، مثل الأستاذ جاسم مدن معراج لا يجب أن ينسى أبدا. كان مثالا للعطاء في القرية، جادا مكافحا صبورا منذ صغره التحق بمجال العمل في شركة بابكو ونبغ وتقدم لدرجة أن تم الاختيار عليه وابتعاثه لمدة سنتين. وفي ذلك الوقت في تقريبا بداية الستينات كان ذلك حلما. الآن البعثات متيسرة، الكل يسافر إلى لندن ويدرس، شيء عادي. أنا أتحدث عن بداية الستينات، أن يسافر شاب في مطلع الشباب، للتو كان قد تزوج، وربما يكون الأستاذ عبد الكريم المهندس الحاضر بيننا في ذلك الوقت طفلا. تم الاختيار على الأستاذ جاسم لابتعاثه. لماذا؟ لنبوغه، لجده، لإخلاصه. وأذكر عودته وأنا أيضا شاهدت تلك العودة، أذكر عودته وكان الاحتفال في هذا المعتم، طبعا مو في هذا البناء، في بناء آخر، لكن في هذا المكان. وجاء مندوب شركة بابكو ليهنئ بعودته، وكان شباب القرية يتسابقون هنا ليروا من هو الأستاذ جاسم مدن معراج العائد من بعثته من لندن. ولكن بقي الأستاذ جاسم مدن معراج هو ابن القرية، محافظا على دينه. بعد سنوات التحق بمجال التعليم فأعطى وأعطى وأعطى، إلى أن حيل على التقاعد أو أحال نفسه على التقاعد. لم يحل هو على التقاعد، كان مطلوبا ومرغوبا. ثم بقي يعطي ويعطي ويعطي، وكلكم تتذكرون تلك البقعة التي كان يجلس فيها. مثالنا الأخ المرحوم الأستاذ جاسم مدن معراج، فأن نقيم له مثل هذا الاحتفال وأن ننظم له مثل هذه المسابقة،
فذلك اعتراف بالفضل لأصحاب الفضل. أيها الأبناء، أيها الإخوة، ارتبطوا بالمعطين، ارتبطوا بالجادين، ارتبطوا بهؤلاء الذين أعطوا لهذه القرية وأصبحوا عناوين بارزة. أما الشق الثاني من كلمتي وباختصار شديد، فهذه المسابقة الثقافية التي يحبها الله ويباركها، هنا العبادة الخالصة، هنا التفكير الذي أراد الله لنا أن نعمل به، تفكير ساعة، تفكير العالم ساعة خير من قيام سنة، هكذا يقولون، وهكذا ربما يكون هذا حديثا، تفكير العالم. هذه المسابقات الثقافية فلتكن، ليس لا أقول بدعة، لا، هي منوال نهجنا عليه من قبل، ليست ابتداعا، ولكنها أن تأتي باسم رجل عزيز علينا، فهذه حسنة من المنظمين لهذه المسابقة الثقافية. مسابقة في القرآن الكريم، بحوث حول القرآن الكريم، نريدها أيضا أن تتعدد، مجالات كثيرة جدا عندنا في البحوث، عندنا البحث مجالاته كبيرة وواسعة. اليوم مسابقة ثقافية في التلاوة، مسابقة ثقافية في علوم القرآن، مسابقة ثقافية في تاريخ القرآن، مسابقة ثقافية في كل مجالات العلوم الإنسانية. هذه حسنة يباركها الله سبحانه وتعالى. أشكر المنظمين، أشكرهم من كل قلبي، أشكر المنظمين، ولا أملك إلا أن أترحم على الأستاذ جاسم مدن معراج، وأدعوكم للحظة واحدة فقط لقراءة سورة الفاتحة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله.